كوب ونصف مايونيز، 4 مخلل خيار مفروم، ملعقة كبيرة خل أبيض، رشة ملح وفلفل أسود، ملعقة كبيرة خردل. واللي بيحب يقدر يحط كيبرز اللي هو مخلل الكيبرز اللي هو متوفر بس بالسوبر ماركتات الكبار. وهي المايونيز نحطه، نحن مستنى البطاطا تقلي. أوكي. نحط المايونيز، بدنا نعمل عقد كاستنا يعني، وبعدين بدنا نقطع المخلل. هلا رح شو اسمه، رح اضيف الخردل واضيف الملح، بكونوا هدول ارقشوا. شوف بس انت حسهم ما احلاهم كيف مقرقشين، ومن صوتهم مبين انت تتحركي فيهم، سامعين القرمشه هيك. تمام، يا سلام، تقريبا خالصين هول، بس بدهم شوي كمان خليهم يتحمروا شوي. تمام، بكون خلصت انا الصوص. هلا بدنا نحط شويه خل على الصوص، وبدنا نحط اذا بنزلوا معنا باقي شويه مايونيز. ايوه نزلوا كلهم، وبعدين بنحط شويه الخردل شويه صغيره، وحطينا قلنا خل، وهلا بدي احط شويه ملح واحركهم. نحركهم منيح مع بعض.